مساء الخير، مساء النور، منوراني يا نجمة. اهلا وسهلا. طمنيني عليك الاول وطمني جمهورك، صحتك عاملة ايه؟ رجعتي من المصيف ولا لسه؟ لا من بدري الحمد لله. طبعا هتبدأوا مدارس؟ بدينا بالفعل اوريدي. الامومة برضو، مش معنى ان احنا فنانين كبار بيفكروا ان انتم ناسيين الامومة. لا خالص، ده احنا 7 صنايع والله بنعمل 100 ألف حاجة. هو برافو. عموما الست عموما عندها قدرة على انها يعني تشتغل في أكتر من حاجة وتبقى مسؤولة عن أكتر من حاجة، دي تركيبة. صح، هي فعلا تركيبه، والست المصريه دايما ليها دور وبصمه كبيره. مدام بشرى، والله كلميني على الاول كده عن حريم كريم، لما جالك الورق ما خفتيش منه؟ الحقيقة احنا بقى يعني خلاص حريم كريم ده الجزء الأول، احنا في الجديد منه بقى أولاد حريم كريم اولاد طبعا. حريم كريم، ايوه. خفتيش لأنه منه وانت بتقريه؟ لا بالعكس خالص، ده مش انا بس لوحدي، هو كمان كل النجوم اللي قروا الفيلم ووافقوا يشتغلوا في النسخه الجديده بالشكل الجديد مع الشباب الجداد، كلهم وافقوا اصلا على الفيلم بسبب تشابك العلاقات والطريقه اللي الاستاذه زينب عزيز كاتبه بيها السيناريو بعد مرور 18 سنه، وازاي الشخصيات بتتقابل وازاي الشباب الجداد دول بيتواجدوا في الاحداث وفي الدراما. فاللي حصل انه كان في حاله جماعيه كده على الاتفاق على قد ايه السيناريو كان يعني مشجع قوي انه جميع الاطراف تشترك في الفيلم. عفوا، مش سامعه صوتها. مدام الو، بشرى مش سامعه صوت حضرتك. ايوه كده، وضح ورجع تاني. اتفضلي. طيب انا وصلتي معايا لفين؟ طب وانا اكمل. وصلتي اللي هو كان، هو كلكم كنتوا مبسوطين بالنص وانه كان مكتوب بحرفيه كبيره. لا وفعلا فكره تشابك العلاقات وازاي بعد 18 سنه الناس دي كلها ممكن ترجع تتقابل تاني، الحقيقه كانت مشجعه جدا لكل ابطال العمل ان هم يشتركوا في صناعه هذا الفيلم وفي نسخته الحاليه بوجود الشباب والوجوه الجديده والنجوم حقيقي. الصاعده اللي موجوده في الفيلم. طيب، طلعت زكريا رحمه الله عليه كان ليه دور كبير جدا في حريم كريم، النهارده في الفيلم هو غايب، طبعا وكمان الفنانه ياسمين عبد العزيز. قولوا لي بقى المعالجه ازاي من غيرهم؟ لا هو يسأل في ذلك طبعا الكاتب والمخرج، لانه الفيلم لما جالنا سيناريو جالنا مكتوب ما فيهوش الشخصيات دي، يعني دراميا ما لهاش تواجد درامي في احداث بعد 18 سنه، وده امر طبيعي لان دوام الحال من المحال، فقطعا مش دايما كل الشخصيات هتنوجد زي ما حضرتك قلتي. بالفعل احنا في الحياه العاديه بعيدا عن الفيلم استاذ طلعت زكريا فارقنا وبنفتقده جدا، وبنفتقده في الحياه وبنفتقده في السيناريو في السينما وفي كل مكان. يعني طيب، المشاهد لو لسه مدام حلوه. بشر ما عملتش دورها ده، كانت عملت دور مين من الادوار التانيه؟ كان يعني والله والله ما كنتش في بالي خالص اصلا ان انا هشترك في الفيلم، اصلا انا اخر واحده يعني دخلت من في الممثلين وقفلت الباب ورايا، انا ما كنتش مقدر لي خالص ان انا امثل اصلا، وانا فعلا كنت مهتمه اكتر بالفيلم انتاجيا وبالتمويل بتاعه وبتجميعه المجموعه كلها الاساسيه بتاعه الفيلم مع الاستاذ علي ادريس المخرج والاستاذه زينب عزيز والنجمه مصطفى قمر، لان هم اول 3 تحمسوا للمشروع وهم اللي سعوا فيه في الاول الى ان انضميت اليهم، والحمد لله الحلم بقى حقيقه يعني. طيب، مسلسل فالحقيقه ما طبيبه فيش. شرعيه، ايوه مسلسل انت بتصوريه او انتهيتي منه ولا لسه؟ لا لسه ما زلنا نصور، ما زلنا طبعا ان شاء الله يكمل على خير. ان شاء كلميني الله. عن دورك فيه بقى، مختلف ولا صعب ومركب؟ بصي احكي هو لي صعب كده. قوي يعني، عارفه سهل قوي الواحد يقول المغني سمعنا حاجه فيغني، انما صعب قوي حد يسال ممثل يقول له مثلا قول لنا دورك عامل ازاي يعني كان للاخر صعب؟ نفسنا. يعني انت لما قريتي الورق كان صعب؟ هو طبعا صعب بس يعني في الاخر انا بأدي دوري من خلال ما فهمت من السيناريو وبتوجيه المخرج، وطبعا حسب الشخصية ومتطلباتها، لكن هو يعني هو عمل مختلف وعليا أنا شخصيا، وده المهم بالنسبة لي إن أنا من عمل لعمل أعمل حاجة مختلفة. يعني أكيد دوري في فيلم طبيبة شرعية أو مسلسل طبيبة مختلف عن دوري في فيلم أولاد حريم، مختلف عن أدوار قبل كده قدمتها سواء تلفزيون أو سينما، فهي بتختلف المرحلة العمرية اللي بيجي لك فيها الدور، تركيبة الشخصية وقتها، المساحة اللي المتاحه ليا ان انا اتحرك من خلالها كممثله ومع الممثلين الاخرين، فاعتقد هي كل تجربه قائمه بذاتها، بس هو كعمل ان شاء الله يعني يبقى مختلف عليا ومختلف على جمهوري
الناس اللي بتحب تتفرج عليا وتشوف يعني ادائي وتشوف كمان بقيه النجوم اللي معايا في العمل، هو لان احنا جمهورك عارف عنك ان انت دايما عندك تحديات حقيقي والله. حتى لما قررتي تنتجي، وده كانت خطوه صعبه جدا مش سهله. لا هي الناس بس غايب عنها ان انا انتجت كتير زمان وانا في سن صغير، وانا اعتبر اول منتجه امراه في الجيل بتاعي من سنين. انا فندم كنت مشرفه على انتاج 14 فيلم، منهم افلام مهمه لنجوم كبار، ومنهم افلام راحت مهرجانات، ومنهم افلام تجاريه حققت ايراد. هي المشكله ان انا توقفت فتره عشان اهتميت بالمهرجانات السينمائيه 7 سنين من عمري، فالناس نسيت. لكن انا مقدمه يعني انا فيلم اولاد حريم كريم ده يعتبر الفيلم ال 17 ليا كمنتجه. فهي الناس بس بتنسى عشان انا انشطتي متعدده ومختلفه. حقيقي. حقيقي فعلا انت نشيطه جدا يا مدام بشرى حقيقي. بس كل حاجه مسجله وموجوده للي عايز يدور يا فندم. صح. عارفه يعني حقيقي عندك حق. اتعرض عليكي مشاركه في مسلسل جعفر العمده 2، هتعملوا ايه انت ومحمد سامي؟ لا ما حدش، لا ده كان اقتراح اعتقد من مذيع او من مقدم برامج، سالني سؤال افتراضي لو اتعرض عليكي انك تشتغلي مع المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان في جعفر العمده 2، هتقولي اقول له اقول لا ليه لو الدور كويس وهاخد وضعي وهاخد مساحتي، ومحمد سامي مخرج مهم وبينجم الممثلين وبيعرف يلمعهم، والنجم محمد رمضان تربطني بيه على فكره يعني علاقه محترمه. يعني في مشاكل بينكم انتهت تماما؟ عمر ما كان في مشاكل بينا يا فندم. احنا سوء تفاهم؟ لا احنا بنتبارز بالفن، بنتبارز بالفن. انت جميله حقه. والله لا حقيقي انت جميله. طيب شفنا لفته حلوه في فيلم اولاد حريم كريم، لقينا زوجك السابق سالم هيكل جاي يهنيكي وموجود معاكي في العرض الخاص. ده حقيقي. انت اللي دعيتيه؟ لا والله هو دعي للعرض الخاص اللي كان في القاهره، ولكن هو كان منشغل فلحقنا في العرض الخاص بتاع اسكندريه مشكور، وده امر طبيعي يا فندم. احنا اصدقاء عمر بغض النظر عن الحاله الاجتماعيه والورقه اللي بتربط الناس ببعض. احنا بيربط الناس ببعض حاجات اهم بكتير، تربيه واصل وعلاقات، والنهايات دايما اخلاق. حقيقي. طب عايزين اغاني بقى، مش هنسمع اغاني ان شاء الله؟ ما انا لسه نازله باغنيه دويتو مع المطرب عزام الشيخ اللي هو الاوزبكستاني، وكان دويتو الحمد لله محقق ارقام كويسه على المنصات المختلفه، وان شاء الله كل شهرين كده بنزل اغنيه جديده من البوم حته ثالثه، وربنا يسهل. بس يعني هو المناخ الفني عموما صعب وفي تحديات كتيره جدا، وفي اعاده نظر في البيت الفني من الداخل يعني عموما. ف انت قدها وقدود، انت قدها وقدود. لا ومحاربه شرسه جدا كمان لاي حاجه تخص صناعه السينما والفن حقيقي. في مصر، وهتصدى لاي محاولات ان هي تحاول تقلل من حجم الثقافه والفن في مصر وتاثيرها على المجتمع وتاثيرها احنا بنسميها الدبلوماسيه الناعمه. صح. فانا هتصدى لاي حاجه من دول يعني، وانا محاربه شرسه. انت نورتيني وفنين ونورتي صدى البلد وتفاصيل، وفي الحقيقه جمهورك عارف كويس قوي انك فنانه ليكي خطواتك اللي بتقفي بيها قدام الكل وبترهني عليها. القوى الناعمه حاجه مهمه جدا، وانت واحده من الناس اللي ليها بصمه جميله في قلوب الناس كلهم. اشكرك يا فندم ونورتي حضرتك وهذه المداخله، وان شاء الله يا رب دايما نلتقي في كل النجاحات في كل الحاجات الايجابيه لصالح بلدنا ووطننا اللي احنا بنحبه وعايزين له الافضل دايما في كل شيء. شكرا الفنانه الجميله بشرى.